ازدحام شديد تشهده محلات بيع الحلويات في ليبيا خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان استعدادا لعيد الفطر. والله شنو المناسبة العيد هذه فيها كل الحلويات، الواحد في اللي يدير فيها في المنزل وفي اللي يدير فيها ياخذ فيها من المحل واشي وماشي الحمد لله. وعلى الرغم من الارتفاع الطبيعي لأسعار السلع الغذائية ومنها الحلويات عشية العيد، فإن حركة البيع لم تتأثر بلهيب الأسعار ولم تمنع الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة الليبيين من شرائها. حلوياتنا الزمنية الأولى الليبية الطبلسية، المقروض والغريبة والدبلة، هذه أكثر حاجة يعني نديروا فيها في العيد. المقروض والغريبة مع القهوة دي ما عادة، والدبلة نفس الشيء حتى هي مع القهوة تتقدم يعني. ومع وفرة الأنواع والأصناف، لأن الإقبال الأوسع كان على الأصناف التقليدية القديمة التي اعتادت الجدات والأمهات تجهيزها في المنازل كالمقروض والغريبة والكعك. بالنسبة لحلاوات العيد دي ما نديروا فيهم في الحوش يعني. اللوزي من أرضنا وعسلنا من أرضنا ورقينا ندير فيهم في الحوش يعني كل شيء. طبعا حلويات المعتادة اللي نعرفوها المتعارف عليها ندير في غريبة ندير في مقروض ندير في جرينات ندير في بكلاوة ومعمول، هذول اللي نديروا فيهم ونقدموا فيهم في أول يوم العيد لما يجونا طبعا الأهل يعيدوا كذا نقدموهم مع شاهي وقهوة ومشاريب يعني. للعيد طقوس عديدة تختلف من بيت إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، إلا أن الجميع يشاركون بعضهم البعض فرحة الصائمين.